يتكنز بنا وقت أمير كنبل تبنا وقت أمير أنزل تبنا وقت أمير قمن جمن والن جل سمدن يلنو بيدي تماشن تمني دشغاندن تماشن تمني ياري يمسن پتو يس وضو شرائط نمازين شرائط يصرف القلم بس تمس تنقيد كارن بس زندن اصلاح كارن يصرف القلم ترن نشو قلم تلنا آمد يم پنن عقل نش بے خبر تمن متعلق جنس قلم کرنك اجازت مگر تمن تقدير پن حوال کرن یہ کوئی دینداری ہے يم عمره حج گمت حج کرن گمت يمو مزار بقي هج دگر پت زيارت کرمز دگر پت اجازت دیون دیون چھا دگر پت دیون اجازت مزار بقي هج زيارت يت مزار بقي اسمز كوتيا صحابه اپروك زمیتلی چھ مورق ونن دسا صحابه رضوان الله تعالی علیهم كوتيا حضرت عثمان زنور رضي الله تعالی يتشو مزاري بقية اسمز دا پنچا ترسا قاهما جو هم گبرا وچن تود دا پن بحاو هاو كتش قبر مبارك حضرت عثمان زن نورين رضي الله تاميرا بنايت تاميرا بنايت يت كميز بناوك تامير کنبل تبناوك تامير انزل تبناوك تامير قمن جمن والن چل سمدن يلنو بيدي تماشن تمني دشغاندن تماشن تمني ياري يمسن پتو يس وضو شرائط نمازين شرائط يصرف القلم بس تمس تنقيد كارن بس زندن اصلاح كارن سو يصرف القلم ترن نشو قلم تلنا آمد يم پنن عقل نش بے خبر تمن متعلق جنس قلم کرنك اجازت مگر تمن تقدیر پنن حوال کرن یہ کوئی دینداری ہے یہ کوئی شریعت ہے یہ کسی حدیث میں ہمیں اجازت دی گئی ہے یہ کہہ جاؤ آئے ہونے میں مسجد چاباد بلنگ چھکرت مکان چاباد گاڑی چھکسوین اکی چیز چھوین کے سوسائٹی گریب سگو دین کینی اور چھوین کے نس مسلمان غريب دين چن پتا ونیوز دين ونی ہے امس لگا ایک الزام امس دپو گو کوٹا گو بادا دکھا شو درود اس منکر شو ذکر منکر شو اولیاء کرام منکر امشن پتا ہے اللہ تعالی کرن تس پن وترن برابر لعنت نازل يمس ذره برابر اس اولياء كرام متعلق دلس اندر كن قسمچ کمزوری ہے کیا قران زانن ول تہ حدیث زانن ول اولياء كرام متعلق كن قسمچ کمزوری ہے ہے کیا البتہ اولياء كرام ہندس ناوس پٹ چھنس دکان کھولن وای دکان کھولوا اولياء كرام من هندس ناوس بچنس اكسپلائٹیشن کرن وای اكسپلائٹیشن